العنف في الجهات الجنوبية وبالخصوص في جهة الداخلة وادي الذهب، ما هو العنف اللي تتكلم عليه الوزارة ولا هو العنف اللي مسطرة برامج الوزارة؟ لأنه المرأة الصحراوية بطبيعتها مرأة مفطورة على حقوقها، هذا ما فيه شد. يا غير العنف اللي نحن نبغوا نطرقوا له ونبغوا الوزارة توقف معنا فيه وتصنت لاقتراحاتنا وتجسدها لنا في الواقع، تكرسها لنا واقعيا، هو العنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي ضد هذه المرأة. هذه الجهة فيها نسبة المرأة في نسبة مرتفعة، والجهة عندها مقدراتها، عندها مقدراتها السياحية والفلاحية، وعندها في مجال الصيد البحري وهو العمود الفقري اقتصاد الجهة. المرأة في الجهة هذا المجال حكر على الرجل، إذن هذا هو العنف حسب رؤيتي الخاصة، هذا هو فاش يتكرس العنف ضد المرأة الصحراوية في جهة الداخلة وادي الذهب. إذن العنف الاقتصادي، عدم تمكين المرأة في الجهة اقتصاديا، وهذا هو احنا اللي كان ناضلوا عليه كفاعلات نسائيات حقوقيات، ونتمنى ونلقاو آذان صاغية على مستوى الوزارة وعلى مستوى ما فوق إن شاء الله. نحن العنف الجسدي واللفظي عند بالنسبة لنا ظاهرة محدودة، إن لم أقل معدومة، في مجتمعنا الصحراوي. المرأة تولد مكرمة بالفطرة، وحتى في الإرث يتنازلوا لها خوتها ويتنازلوا لها الناس اللي معنية معها شركائها في الإرث هذا. ولكن هنا في دولة الحق والقانون وفي إطار حرية المرأة وحقوق المرأة، المرأة الصحراوية خاصها تمكين اقتصادي ما لا يعقل. جهة غنية بمقدراتها والمرأة فيها في حالات الهشاشة والتدني الاجتماعي. بالنسبة للعنف هو شيء يمقته الدين وتمقته الأعراف ويمقته المجتمع ويمقته الناس كاملين. العنف ظاهرة قبيحة وتجاوزت الحدود وباتت في العالم كله، والحقيقة يجب تضافر الجهود حتى نحد من هذه الظاهرة، وتعود أسباب الوقاية منه تعود أكبر الحقيقة، والتوعية أيضا. بالنسبة لجهة الداخلة، هو بالنسبة للعنف ضد النساء هو ليس ظاهرة في مدينة الداخلة، وهو لا يشكل أي شيء مقارنة مع اللي نسمعه مثلا في مدن الشمال، ولكنه بات مثلا خصوصا العنف ضد المرأة بات يدق ناقوس الخطر، خصوصا أنها مجموعة من النساء تعاني مشاكل الضرب والتعنيف من طرف الأزواج. ولكن لا زال حتى العنف من قانوني، أنها حتى المرأة تضرب ولا تجد أي إثبات تقدمه للقانون، لا شهادة 21 يوم كيفاش اللي تجيبها، لا شهود على الواقعة. وهذه الأمور الحقيقة لابد من أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأنا نشوف عن العنف علاجه من الرجوع إلى القيم التربوية الأساسية، حتى يتربى المجتمعات تتربى من جديد، لأن أي مجتمع احنا ندور به القدوم أماما والله يوصل للتنمية المستدامة اللي احنا ننهض بها وننادوا بها، لابد أن تعود بيوته وأسره بعيدة عن النساء. إذا رجع عند الله اللي يحكمنا نحاسب إن شاء الله مع الرجال، والرجال اللي يحكمنا نحاسب معنا الرجال. لا رجال يحتسبوا عن الأوليات، دائما يتموا مرفودات الفوق، والوليات تم ما عرفوا لهم شيء، والوليات تم ما هذا مقدرات بهم اللي هذا أبرات البيت أم الطفلة، أراد البال الراجل يمشي وأراد البال الطفل يمشي. وهذا هو اللي نظور الآن، اتحاد الرجال على النساء وعلى الوليات، يتموا لا في دينهم ولا يخلوهم يتركبوا خطا ولا يعدلهم باش مالي. الرجال يعدلوا العلات باش ما يرتكبوا خطا، هو اللي عين حاضر. رجال هذا الزوز والزوزه اللي تو يتكلموا ينقش بينهم اللعين، ويات واحد منهم هذا يبرز راسه عن الثاني. ظاهره العنف في الاماكن العموميه، عنف النساء في الاماكن العموميه في الداخل ظاهره شديده على هذا المجتمع، وهو سلوك غير سوي راجع لنقص في التربيه. ونتمنى وان شاء الله من الاسر لأنها دائما تعطي أهمية لتربية الإبن أو البنت على احترام الآخر وعلى التربية الصحيحة، من أجل أن يكون إنسان سوي ويتعامل مع الجميع معاملة سوية. العنف اللفظي أولا في الشارع، وذاك السيء
سلوك غير سوي كيف ما قلنا، العنف المعامل في المعاملة أو في التعدي على الحقوق الذاتية أو الحقوق المهمة، تعود مرة مثلا في الشارع هذا ما كنا نعرفه، يجيه شخص أو اثنين على دراجة نارية وحوصوا حقيبتها، هذا عنف خطير وما كنا نعرفه. تحمل المسؤولية للسلطات الأمنية اللي ما هي مقصرة، وكذلك لابد الجهود تكون مبذولة معاهم خلال مع جمعيات المجتمع المدني بالجهة، والتوعية حول هذه الظاهرة والبحث في أسبابها ودوافعها ومعالجتها فقرة بالوقت، بما أنها الحمد لله ما فاتت فاقمت، ما زالت ظاهرة في بدايتها محدودة الحمد لله نقدر نسيطر عليها. رسالة أخيرة نتمنى تكاثف وتوافر الجهود بين السلطات الأمنية وبين الساكنة وبين فعاليات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة اللي غريبة على المجتمع. حيث أن الجهة جهتنا داخلة واد ذهب دخيلة عليها هذا العنف اللي ضد المرأة وفي الأماكن العمومية، وحنا في هذا النهار إن شاء الله كان نتحدوا جميع باش نشوفوا أشنو مكامن الخلل في هذه الظاهرة اللي أصبحت متفشية على المجتمع الصحراوي، ونحاربوا هذه الظاهرة إن شاء الله بكل ما أوتينا من قوة، لأن هذه الظاهرة كرسالة موجهة للجميع أننا نكاتفوا الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة خاصها تنطلق أولا من البيت ومن المدرسة، لأن وتربية الناشئة عن التربية الدينية أولا والأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة ضد العنف اليوماتية الخالق اللي عليها. احنا هنا للصحراء ذاك ما هو فينا العنف، ما هو فينا، احنا فينا الاثنين متافقين والله مفترقين حامدين مولانا، لا عايشين واقع هم والله منفصلين. مثلا حد مرة تخليت منا ما تفهمت هي وراجل ما تبقى فينا ولا تشيان عندنا، بنا اللي ذا عقيدتنا وفايقين عليه وعارفين هو مثلا اصلي اصلنا نعدله. والله اللي جايين ضد العنف قباله، والله اللي جايين ضد بطل الرجال العلايات ما نبغولهم. احنا قعدنا ما هو فيه الصحراء هون ما هو فيه بطل العلايات للرجال، الرجال يبطلوا العلايات. وحامدين مولانا يا رب يشهد عنا حامدينك يا غير مولي، والله اللي نختاروا الناس كامله تعود لها كيفتنا، الجنوب كامله تعود لها كيفتنا، ذا اللي خالقنا احنا هون يعود خالق للناس الثانيه مثلا. مدى قد تتفق لا تتفق ام اللي والله ما اتفقت، افصالهم اللي نقولوا احنا عيد عن افصالها عيد قاع ما معروف قاع الخير فاش، ويا ربي حامدينك وشاكرينك ومنه وجه تشي لبلاد مصلحه والله بلاد شي ذاك نبتو. لا تعد لها قايته، ونحنا ماشيين عندنا ما فينا العيات يبططوا، امان الله العيات عندنا ما يبططوا، ولا ان قال هم وش يصالحوا نعيشوا بخير وكله يتم على الثاني لين يردموا والله يردم. احنا قاعد في صالفينا ما هو ياسر حامدين مولانا، وذا من الشناعه والبط وذا كامل ما هو فينا يا ربي حامدينك. الا اثنين متفقين والله مفترقين هم اللي بالضحكوا وباللعب، لا يبقى فينا لا تخليها تمر ما هي باقيه فينا ولا الشناعه عندنا، لا نحوزوا هي واولادها ومناتو قابلين عليهم باللي خلق، ونختاروا يعود فيهم الناس كامله الجنوب كامله. المراه اصلها مولانا تبارك وتعالى هي نصف الحياه، والمرأة هي أم وهي أخت وهي خالة وهي عمة وهي جد إلى آخر ذلك، تستحق التقدير الكامل وتستحق جميع اللي يصلح من شيء كامل، وشيء كامل ضدها وشيء يعني ما يصلح لها، الناس كاملة ضده والقانون ضده والشرع الإسلامي ضده. المرأة كالرجل في القانون الدولي متساويين، لا فرق بينها وبين الرجل، فهمت؟ الرجل تقريبا عنده الحق وهي عندها الحق. والله تبارك وتعالى ذكر لك كل شيء في القرآن الكريم، قال في سورة القصاص هذا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القرآن الكريم أعطى للمرأة 50 زايلة في الدية حد قتلها، والعبد 50 زايلة والحر 100 زايلة، ولكن القانون الدولي مساويهم كاملين، لا فرق بين الرجل والمرأة في كل شيء، وعلينا احترامهم وعلينا تقديرهم، وضربهم ممنوع ولا أي شيء خاص الكاملين قالهم.